فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أراد زوج التعدد فأخبر زوجته فطلبت منه الخلع أو الطلاق مباشرة، مستدلة بحديث امرأة ثابت بن قيس: إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فهل لها أن تطلب ذلك؟ هذه تبغضه، تبغض، لأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان دميما لا تطيق يعني النظر إليه، دميم رضي الله عنه. هي تقول: أكره الكفر بالإسلام، يعني أبقى معه وأنا ما تميل نفسي إليه، فأخاف أن يعصيه فأدخل في النار. النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمره أن يخالعها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.